بتول الأمين فؤاد أرمنيوس من قرية الشيخ مرزوق. أنا خرجت من بيت أهلي وبكمل إرادتي وأشهرت إسلامي، وأنا مش والحمد لله أنا كويسة فيه، وأنا أشهرني في الأزهر الشريف ومحدش أجبرني على الإسلام وأسلم بكل إرادتي، وأنا مش مخطوفة ومحدش أجبرني. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أنا عايشة حياة طبيعية ومش بتعرض لأي ضغوط زي ما أهلي بيقولوا، وبوجه رسالة لأبوي وأمي بقول لهم ما تزعلوش مني، أنا ما غلطتش فيكم وأنا أسلمت لله وحاسة إني اخترت الطريق الصح، وإن شاء الله أنا أدعي لكم إن ربنا يهديكم ونور. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.